السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إطار مواكبة تلاميذ السنة الثانية بكالوريا شعبة علوم الاقتصاد والتدبير وإعدادهم للامتحانات الوطنية، إيكوفاين كتقدم لكم درس في مادة الاقتصاد العام بعنوان La politique monétaire. هذا الدرس اللي كيتعتبر من أهم دروس السنة الثانية واللي غادي تلقاوه في مواضيع الامتحان الوطني. في هذا الفيديو غادي نهضر على les actions de la politique monétaire à objectif interne. عندنا جوج ديال لي كا، عندنا en cas de surliquidité وعندنا en cas de surliquidité. بالنسبة للحالة الثانية يعني les actions de la politique monétaire en cas de surliquidité غادي نشوفوهم في الفيديو الموالي. بالنسبة للنقطة الرابعة غادي نشوفو les actions de la politique monétaire يعني الإجراءات اللي كتستعملهم السياسة النقدية. عندنا des actions à objectif interne يعني هاد الإجراءات عندهم أهداف داخلية، وعندنا des actions à objectif externe اللي هاد الإجراءات عندهم هدف خارجي. بالنسبة les actions à objectif interne يعني الإجراءات اللي عندهم أهداف داخلية، عندنا هنا جوج ديال الحالات. en cas de surliquidité يعني فاش كيكون عندي واحد النقص في السيولة، la banque centrale اللي هي بنك المغرب intervient en injectant la liquidité يعني هنا البنك المغرب كيدخل أو كيضخ ولا كيضيف ديك السيولة اللي خاصة في لو مارشي مونيتير. en cas de surliquidité يعني في الحالة ديال الوفرة ديال السيولة يعني نوع السيولة كتيرة، هنا لا بنك سنترال انترفيان اون بومبون لا ليكيديتي يعني هنا بنك المغرب كيدخل وكيسحب هذيك الكمية الفائضة من السيولة. بالنسبة لهاد النقطة غادي نشوفو شنو هما الإجراءات المتبعة في الحالة ديال النقص ديال السيولة. عندنا les avances à 7 jours اللي هما التسبيقات لمدة 7 أيام، les avances à moins de 7 jours اللي هما التسبيقات لمدة أقل عن 7 أيام، عندنا les avances à 24 heures اللي هما التسبيقات لمدة 24 ساعة، les avances à plus de 7 jours اللي هما التسبيقات لمدة تفوق 7 أيام، les swaps de change هنا كنهضروا على الشا دو ديفيز دونك يتسموا العمليات ديال مبادلة الصرف أو ما يسمى بشراء العملة الأجنبية، l'open market acheteur l'achat de bons de trésor sur le marché secondaire هنا غنهضروا على الشراء ديال سندات الخزينه الصادره في السوق الثانوي يعني داك لو مارشي سيكوندير اللي هضرنا عليه وكاين في البورصه، واخيرا غنهضروا على la baisse du taux de la réserve obligatoire يعني الخفض من نسبه الاحتياطي الاجباري. بالنسبه لهاد لي زاكسيون غادي نحاولوا نعرفوهم كل وحده بوحده. بالنسبة les avances à 7 jours c'est le principal mécanisme de refinancement des banques et dont le taux de rémunération représente le taux directeur soit 2% actuellement. Ces avances sont exécutées de manière régulière par voie d'appel d'offres hebdomadaire tous les mercredis avec une durée de 7 jours. هنا les avances à 7 jours كنعتبروهم من أهم القنوات باش بنك المغرب كيمول الأبناك التجارية، وهو قرض للنسبة ديال الفائدة ديالو الرئيسية لطو ديريكتور 2%. هاد التسبيق كيديرو بنك المغرب بطريقة منتظمة بواسطة طلبات عروض أسبوعية كل يوم أربعاء ولمدة 7 أيام. اش كنقصدو هنا بطلبات العروض؟ يعني طلبات العروض البنك المركزي كيطلب أو كتطلب من الأبناك التجارية تعبر على الحاجيات ديالها من الأموال كل يوم أربعاء. ناخذ واحد المثال، عندنا هنا لي زيفوليسيون دي زافونس هبدوماديغ سيغ أبيل دوفر، غنشوفو التطور ديال التسبيقات الأسبوعية عبر طلبات العروض. هنا كما كنشوفو هاد ليكزومبل نهار 18/3/2020 اللي هو يوم أربعاء، هنا لا بنك سنترال كطلب من الأبناء يطلبوا الحاجيات أو يعبروا الحاجيات ديالهم. نهار 19/3/2020 هنا البنك المركزي
حققت او اعطت لكل بنكه الحاجيات ديالها من الاموال، وكل بنكه ملزمه انها نهار 26/3/2020 ترد دوك الفلوس اللي تسلفات. لانسترومون هنا هما لي زافونس ا سات جو. لو مونطون دوموندي يعني المبلغ اللي طلبوه الابنك هو 95140 مليون ديال الدرهم. لو مونطون سيرفي يعني المبلغ اللي قدمته بنك او بنك المغرب هو 95140 مليون ديال الدرهم بواحد النسبة ديال الفائدة رئيسية هي 2%. إلا شفنا غير أسبوع قبل كانت نسبة الفائدة هي 2.25%، يعني هنا أن البنك المركزي قرر أنه ينقص النسبة الفائدة الرئيسية من 2.25% ل 2%. بالنسبة les avances à moins de 7 jours, ce sont des crédits octroyés par Banque le Maghreb aux banques pour une durée inférieure à 7 jours. Huma qroud kayedirha Bank el Maghrib bintidam bach yakhfef men el athar li kaykhlfouha el taghayyurat el ghayr el mutawaqqa fi el suyula el bankiya w kadar lwahed el mudda dial qall men 7 ayyam. Pour les avances à 24 heures, ces avances se font sous forme de prêts garantis. Ces avances sont assorties d'un taux d'intérêt supérieur de 100 points de base à celui des avances sur appel d'offres à 7 jours, soit 3% actuellement. بالنسبة للتسويقات لمدة 24 ساعة، هذا الإجراء كيدار بمبادرة من البنوك التجارية، وهو عبارة عن قرض مضمون المدة ديالو 24 ساعة، وكيدار بواحد السعر فائدة أعلى بنسبة 100 نقطة أساسية. 100 نقطة أساسية يعني 1% من سعر الفائدة الرئيسي للتسويقات لمدة 7 أيام. يعني كنعرفوا بأن سعر الفائدة الرئيسي للتسويقات لمدة 7 أيام هو 2%. بالنسبة لسعر الفائدة الخاص بالتسويقات لمدة 24 ساعة كيكون أكبر ب1% من داك السعر ديال الفائدة الرئيسي اللي هو 2%. يعني من كنزيدو 2% كنزيدو ل1%، كيولي سعر الفائدة الخاص بالتسويقات لمدة 24 ساعة هو 3%. Pour les avances à plus de 7 jours, elles ont pour objet d'injecter des liquidités supplémentaires sur une durée supérieure à 7 jours. بالنسبة للتسويقات لمدة تفوق 7 أيام، هاد التسويقات داخلين في العمليات الطويلة الأجل. الغرض من هاد التسويقات هو الضخ أو إضافة واحد السيولة إضافية لمدة تفوق 7 أيام. بالنسبة لي سوابس دو شونج، العمليات اللي كنسميهم عمليات مبادلة الصرف أو مقايضة العملة الأجنبية. Il consiste à acheter des devises au comptant contre des dirhams et simultanément les revendre à terme à une date et à un taux de change prédéterminé. الهدف من هذه العملية أولا هو ضخ السيولة في السوق. هذه العملية هي معاملة مزدوجة في نفس الوقت، يعني كتكون من جوج ديال المعاملات أو من جوج ديال العمليات. العملية الأولى وهذه العملية كتوقع اليوم في الحاضر وكتمكن من شراء العملة الأجنبية دوفيز نقدا أو كونتون بسعر الصرف اللي كاين اليوم مقابل بيع أو ضخ العملة المحلية يعني الدرهم في السوق. والعملية الثانية وهذه العملية هي معاكسة للعملية الأولى وهي غادي توقع في المستقبل. يعني إلا كنا شرينا العملة الأجنبية في العملية الأولى غادي نرجعو نعاودو نبيعوها، وبالنسبة للدرهم اللي كنا بعناه غادي نعاودو نشريوه. يعني أن العملية الثانية كنتفقوا فيها على إعادة بيع العملة الأجنبية مقابل إعادة شراء الدرهم بسعر الصرف، ماشي سعر الصرف اللي كاين اليوم. ومن دابا كنحاولوا نتوقعوا سعر الصرف اللي غيكون في المستقبل وكنتفقوا عليه من دابا. بالنسبه لوبن ماركت اشتر، اشا دو بون دو تريزور سور لو مارشي سيكوندير، يعني هنا كنهضروا على ما يسمى بالسوق المفتوح او لو مارشي اوفير. يعني هنا غادي نديروا ما يسمى بشراء سندات الخزينه الصادره في السوق الثانويه للبورصه. سيتادير بنك المغرب agit sur le volume des liquidités bancaires par des achats des bons de trésor sur le marché secondaire, ce qui permet d'injecter des liquidités, réduisant ainsi le besoin des banques.
يعني هنا بنك المغرب كيدخل وكيحاول يتحكم في الحجم ديال السيولة البنكية عبر شراء سندات الخزينة، يعني من كيشري ديك سندات الخزينة في السوق الثانوية البورصة، هذه العملية ديال الشراء كتمكنه من ضخ واحد السيولة إضافية في السوق الثانوية ديال البورصة. هذه العملية كتمكن الأبناك أنها تحقق الحاجيات ديالها من السيولة. بالنسبة لا بيس دو تو دو لا ريزيرف اوبليغاتوار، يعني الخفض ديال نسبة الاحتياطي الإجباري، بنك المغرب impose aux banques de conserver sur leurs comptes courants auprès d'elles une proportion de leur exigibilité comme réserve obligatoire. La baisse du taux de la réserve permet aux banques d'augmenter leur potentialité d'octroyer des crédits à l'économie. Donc, on a qu'un hadour ala ma yusama bil ihtiyatat al maliya li khass al abnak tijariya tahta fi al bank al markazi la chakl ida. C'est-à-dire, les banques du second rang ont un compte auprès de la banque centrale. C'est-à-dire que chaque banque du second rang, par exemple la banque populaire, Tijari Wafa Bank, BMCE, BMCI, doivent avoir un compte courant auprès de la banque centrale. Ces banques doivent laisser sur ce compte une somme d'argent minimale. Et la banque centrale, c'est elle qui va décider de la somme qui va être laissée sur ce compte en pourcentage. C'est-à-dire, la banque centrale va obliger les banques de laisser une part, c'est-à-dire 2%, 5% ou 10% de leur richesse. En fait, cette somme va être utile à la banque centrale pour faire varier ou pour contrôler l'évolution de la masse monétaire. M3, dans le cas de sous-liquidité, la banque centrale doit augmenter la quantité de M3 tout simplement en baissant le taux de la réserve obligatoire مونيتير. اللي خصكم تعرفوا بان الابناك التجاريه ولا الابناك من الدرجه الثانيه عندهم واحد الحساب جاري في بنك المغرب، وخاصهم يحطوا فيه واحد النسبه من الاموال اللي عندهم في هذاك الحساب على شكل واحد الاحتياطي مالي. في حاله فاش كتكون عندنا سيوله ناقصه في السوق المالي، البنك المركزي خصو يضخ واحد النسبه اضافيه من الاموال عبر تخفيض نسبة الاحتياطي الإجباري باش يحرر واحد الجزء من الأموال اللي كاينة في الحساب الجاري ديال بنك المغرب لفائدة الأبناك، وبالتالي كنحقوا لهم الحاجيات ديالهم. هنا نشوف واحد الجدول اللي كيهضر على ليفوليسيون دو لا ريزيرف اوبليغاتوار ابليكي با بنك المغرب، يعني غنشوفوا هذا لو طو دو لا ريزيرف. دونك الا بدينا من التحت عندنا 4%، هذا كان في 2012. دونك في 2014 بنك المغرب نقصت هذاك لو طو 2%، في 2016 زادتها ثاني رفعته ل 4%، وفي 2019 نقصته 2%. كنشكركم على حسن التتبع ديالكم، ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم ودعمونا بلي لايك ديالكم، ولا عندكم شي سؤال خليوه لينا في لي كومونتير.